مرحبا بكم من جديد. محليا الآن، شهدت مدينتي الشريعة والحويجبات التابعتين لولاية تبسة مساء اليوم تساقطا غزيرا للأمطار، مما تسبب في غمر المياه لعدد من المنازل وجرف مركبة سياحية بمياه وادي الرومبلي، هكذا الواقع في المخرج الغربي لمدينة الشريعة تجاه ولاية خنشلة، حيث تم إنقاذ سائقها بصعوبة من طرف رجال الحماية المدنية في الوقت الذي صرح فيه أن المياه تكون قد جرفت زوجته والتي كانت رفقته، أين لا تزال مختلف الوحدات العاملة تقوم بعمليات البحث والتمشيط من أجل العثور عليها. معنا عبر الهاتف إن كان ممكن مع الزملاء الرائد عمار بورو من الحماية المدنية بتبسة، مرحبا بك إن كنت معنا عبر الهاتف. مرحبا بكم. طيب، أول شيء، هل تم العثور على زوجة الرجل الذي جرفته المياه؟ ليس بعد، عملية البحث متواصلة إلى حد الآن لأجل العثور على زوجة الرجل الذي جرفته المياه بسيارته. طيب، هل سجلتم ربما ضحايا آخرين؟ هل سجلتم ربما مفقودين في هذا الإطار؟ لا، لم يسجل أي ضحية آخر في هذا الإطار ما عدا هذا الحادث المؤسف والمتمثل في جرف سيارة سياحية من المياه، كان فوق عابرا للجسر، أدت مجازفته رغم تحذيرات مصالح الأمن التي كانت بعيد المكان، مجازفته أدت به إلى انحراف السيارة وعدم التحكم فيها فوق الجسر، مما أدى سارعت مصالح الأمن إلى إنقاذ الضحية وتحويله إلى المستشفى. نتمنى له الشفاء ونتمنى العثور سريعا نعم، هو على كذلك. زوجته المفقودة. شكرا. نعم سيد، عفوا ناصر. سيد عمار بورو، حسب المعطيات أو المعلومات التي وردتنا بأن المياه قد غمرت المنازل، هل لا، من خسائر هذه مادية؟ لا، بالنسبة للخسائر هذه لا تدعو إلى القلق أبدا. عملية دخول المياه بنسبة قليلة إلى بعض المنازل هي عملية متوقعة نظرا للأمطار الغزيرة والرعدية التي سقطت على دائرتي بئر مقدم خاصة والشريعة هذا المساء. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عمار بورو، مدير والحماية المدنية لولاية تبسة، على هذه المداخلة. شكرا لكم وللمشاهدين. العفو.